أقيمت صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بحضور 20 من العاملين بالمسجد ووزارة الأوقاف، وتمت الصلاة مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي. وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد قال إن إقامة الصلاة في مسجد السيدة نفيسة تأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة، ولفت إلى استمرار تعليق الجمع والجماعات في بقية المساجد لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا. هذا وأعدت وزارة الأوقاف خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد خلال الفترة القادمة كي تعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا الأسبوع المقبل. وينضم إلينا مباشرة من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، حدثنا عن خطة الأوقاف لعودة العمل بالمساجد. نعم عمرو، متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف، على مدار بالفعل 9 جمعة توقفت خلالها صلاة الجمعة والصلوات الجماعية بعد قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد في ظل جائحة كورونا. كما ذكر الخبر معك الآن عمرو أنه بالفعل أقيمت صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها، ما يعد ذلك بشرة خير خلال الفترة القادمة لعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها. كذلك بإذن الله، كما ذكر الخبر معك عمرو الآن، أن وزارة الأوقاف أعدت خطة سوف تكون أمام لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء. لكن عمرو، دعنا نقترب من هذه الخطة أكثر مع الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. دكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، ماذا عن خطة الوزارة خلال الفترة القادمة لإعادة فتح المساجد مرة أخرى بإذن الله؟ أستاذ وليد، أهلا بحضرتك وأهلا بالمتابعين. بناء على ما وجه به وأعلنه دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي قبل عطلة عيد الفطر المبارك من إعداد خطة لإعادة فتح المساجد مرة أخرى، وبناء على ما لمسناه من وعي والتزام المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح في مسجد سيدنا عمرو بن العاص والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وبناء على ما تم من إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها ومسجد الفتاح العليم، قررت وزارة الأوقاف إعداد خطة لإعادة فتح المساجد مرة أخرى، وبإذن الله تعالى سيتم عرضها في مطلع الأسبوع المقبل على لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. تمام، هل يعد ذلك دكتور عبد الله بإذن الله أنه عودة للحياة لطبيعتها مرة أخرى تدريجيا خلال الفترة القادمة وفتح المساجد أمام المصلين بإذن الله؟ بإذن الله تعالى، بعد إقرار الخطة إن شاء الله من لجنة إدارة الأزمة سيتم عرض كافة التفاصيل بعد انتهاء الاجتماع في بداية الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كل شكر لك دكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. ودكتور نوح العسوي ينضم إلينا زميلي العزيز عمرو. دكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، الخطة التي تحدثنا عنها وسوف تعرض الأسبوع القادم بإذن الله، ماذا عن المساجد والإجراءات الاحترازية التي سوف تتخذها وزارة الأوقاف حال الإقرار بعودة فتح المساجد مرة أخرى بإذن الله؟ هو بالنسبة للخطة إن شاء الله زي ما ذكر الدكتور عبد الله إن هي قدام مجلس الوزراء إن شاء الله الأسبوع القادم، وبعد طبعا ما تطلع الخطة، إحنا خلينا بعيد عن الخطة الأولى أستاذ وليد عشان فيه بعض الناس كده بيقولوا إن الخطة فيها إيه ومش فيها إيه. طيب إحنا ننتظر لحين خروج الخطة إن شاء الله من مجلس الوزراء، لكن إحنا لما نيجي نتحاور مع الناس نقول لهم لا، عشان نفتح المساجد يبقى لازم فيه مجموعة ضوابط معينة. إيه هي الضوابط ديت؟ مثلا هتيجي تقول أنا عاوز أدخل المسجد، هقول لك تعالى بسجادتك إحنا ما فيش مشكلة خالص بالنسبة لفتح المساجد، لكن في حاجات معينة لازم تحافظ على نفسك انت عشان وتحافظ على غيرك بسبب هذه الامور. اول حاجه انك تجيب السجاده بتاعتك معاك، انك تلتزم بالكمامه زي ما كل الناس هتلتزم، لان دي بقت حياه طبيعيه لكل البشر، هيلتزموا بالكمامه الاساسيه ويلتزم بالسجاده بتاعتك. وتيجي في مسافه تباعد بينك وبين المصلي اللي جنبك في المسجد، هتصلي وباذن الله تتوكل على الله على طول، ما فيش جلوس اصلا في المسجد عشان ما فيش اسباب لانتشار العدوى باذن الله. لكن احنا لازم، احنا طبعا مراهنين على وعي الناس وثقافه الشعب. دلوقتي الناس كلها بدأت تلتزم وبدأت تحس فعلا بالمسؤولية بأن في انتشار العدوى وبأن في التزام، وفي لازم كل واحد يلتزم بالضوابط اللي حددتها وزارة الصحة.
كل الشكر لك دكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، وبإذن الله تفتح المساجد أمام المصلين مرة أخرى. إذا زميلي عمرو، كانت هذه هي نبذة مباشرة من وزارة الأوقاف هنا حول خطة وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد مرة أخرى بإذن الله خلال الفترة القادمة، خطة تعتمد أولا وأخيرا على وعي المواطن ووعي المصلين داخل المساجد وبإجراءات التباعد الاجتماعي. لكن أخيرا عمرو، دعني أقول لك أن هذه المحنة أثبتت لنا أن صحة الإنسان وسلامته هي القاعدة الثابتة الوحيدة، وما عدا ذلك يمكن تغييره. إليك في الاستوديو عمرو. من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين.